تلك العينة البينة من هذا الوعي الأسود لهؤلاء الظلاميين. تعالوا نرى نسمع ما الذي قاله هؤلاء عن رحيل كاتب عظيم ومفكر عظيم ومختلف وخصم عظيم لهم. تعالوا. أصل داعش جابر عصفور مشكلته إن هو مثقف، ومثقف عندنا يعني لا يعرف العلم، مثقف يعني عنده معلومات وليس عنده علم. وإحنا تناولنا القضية دي قبل كده، فرق بين الثقافة المثقف وبين العالم، العالم هو الذي يعلم العلم بالدليل، عنده هذا العلم. أما المثقف هو قارئ كتير وعارف معلومات من كل حتة، فهي معلومات بدون دليل وبدون وضوح، ومش كده وبس، وبعض المعلومات خطأ وعلقت في ذهنه خطأ، فأصبح عبارة عن مجموعة من المعلومات عامل زي جوجل. وتورث الكبر. جوجل ده بقى إيه؟ مثقف. لأن جوجل برضه فيها معلومات كاذبة كتير، فيها معلومات خطأ كتير، فيها معلومات حق كتير. لأنه ما يعرفش يميزها، جوجل نفسه ده لما يخش فيه في نفسه ما يعرفش يميزها. فجوجل ده مثقف. فهمت؟ لكن ما تسموش عالم. فهمت ازاي؟ فجابر عصفور كده وكذا كل طبقة المثقفين في مصر بما فيهم أنيس منصور رحمه الله. مش عارف هو بيتكلم في بيته ولا في جامع؟ يعني ايه المكان اللي بيتكلم فيه الشيخ ده؟ وانا معجب والله بسمته وبلطفه وكمان يعني تعريفاته الوهمية عن المثقفين ومناقشته العميقة الفظيعة لأفكار الدكتور جابر عصفور، بأنه رد عليه وقال أصل مشكلة الدكتور جابر عصفور أنه مثقف. أنا عايز أضيف لك بس أنه وزير الثقافة كمان، مش بس مثقف يعني. وبعدين تعريفه بقى الغريب جدا العجائب للمثقف، هو عارف حاجات كثيرة بس مش عارف إيه، أصله مش عالم. على طول اللي قدامنا ده الأخ العالم. مرة أخرى طول الوقت إحنا لا نناقش السلفيين لما يجوا يناقشوا مناقشوش أفكار ورؤى وهو قال كذا وبيقول السبب والدليل كذا وإحنا بنرد عليه بالسبب والدليل كذا، لا خالص. طول الوقت أهم حاجة تتعمل في الأول إيه؟ وصم المختلف معك، إلقاء أكبر حجم ممكن من الطين على أفكار هذا الرجل، على شخصه الأول، مش موضوع أفكاره دي هتيجي في مرحلة لاحقة، إنما أول حاجة لازم نطعن في الشخص ونهاجم ونقدم الشخص بطريقة سلبية وبطريقة بقى من أول الشيطنة، الكافر اللي مش عارف إيه، لغاية أصله مثقف يا عيني غلبان. مثقف يعني يعني هيعرف منين؟ راجل مثقف هيعرف منين؟ وهم بقى باعتبارهم هم العلماء، يبقى الأول في التعظيم والتفخيم والتمجيد لهم العلماء، وهم دايما الحكم على الناس، وهم دايما المرجعية يعني اللي يلجأ إليهم ويحكموا على الناس ويتحكموا من علن ومن رفعه كده ومن مكانه استعلائيه، ودايما على طول اللي في مواجهتهم لازم الاول كشخص يبقى شخص موصوم وموصوف بسمات سلبيه فظيعه رهيبه وتحقير كبير، وبعدين بقى لو في وقت يكلموا عن افكاره دي قصه تانيه، او يكلموا عن مناقشه رايه دي قصه تانيه. ده التعامل الدائم سواء مع دكتور جابر عصفور او غيره من التنوريين او غيرهم من المختلفين مع منظومه التيار السلفي، اللي هو الحقيقه لا يتورط حتى انه يتورط فيقعد يقول لك اصل المثقف هو يعني ايه المثقف؟ اصل جوجل مثقف بس مش عارف لو ايه، يعني كلام ما فكرش فيه حتى، ما حاولش يجتهد في انه يا جماعه جيبوا لنا قاموس طيب نقرا كلمه المثقف وصعب المثقف ده يعني ايه؟ مفهوم المثقف ايه؟ عشان نعرف نهاجم حد الناس اللي هنكلمهم يعني. انما هتعمل ايه؟ عقل سلفي محبوس جوه قفصه. يلا نشوف الفيديو التاني. الدكتور جابر عصفور للاسف كتب مقالا ايضا يتهكم فيها على امور هي من امور الدين. يعني لما يقول لك ايه؟ هؤلاء السلفيون ليسوا وطنيين. هم يقولون ولاؤنا للاسلام. حتى انهم يطالبون بعداوة الآباء والأبناء والإخوان وما إلى ذلك ببغضهم إن كانوا ليسوا على الإسلام. طب ده كلام ربنا سبحانه وتعالى.
هذه كلها جزئيات الدين. يقول لك هؤلاء يريدون أن يهدموا الفن. عن أي فن أنت تتحدث؟ عن فن الباليه؟ أحد الممثلين وقد رحل إلى ربه عز وجل وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر للمسلمين جميعا والمسلمات، قال مستبشعا: أنتم تحرمون الباليه؟ يقاس تقدم الأمم بمدى تقدمها في فن الباليه. ويجي مثلا واحد لاعب كرة يقول لك يقاس تقدم الأمم بمدى تقدمها في كرة القدم. لما نيجي مثلا يقول لك هؤلاء يحرمون رسم الوجوه، يرسمون خطوطا أو يرسمون النباتات والمناظر الطبيعية لكن يحرمون رسم الأشخاص. هو يوهم بهذا أن السلفيين هم الذين يحلون ويحرمون، وليس الأمر كذلك. مسألة رسم صور ذوات الأرواح ورد فيها أحاديث يقف لها شعر الرأس. ما هو يا حاج ده الفكرة، احنا طول الوقت لما بنقول السلفيين بيعملوا، فالسلفيين يقول لك احنا ما بنعملش، احنا ما بنقولش، احنا ما بنحرمش، احنا ما بنحلش ونربط، ده ربنا. يا نهار اسود، يعني انتوا ده الفكره بقى، انك انت حضرتك وكيل ربنا. يا اخي اسمح لنا نقول ان دي افكارك انت، افكارك انت ايها السلفي، احنا مش ملزمين بها خالص. جايز بعض حسن النية، بعض الغفل، بعض الجهلة يلزموه بيها وهم بيسمعوك، جايز. انما احنا مش جايز خالص ان احنا نلتزم برأيك اطلاقا، لانه رأيك. ما تقوليش انه رأي ربنا. لما اقول انه رأيك يعني رأيك انت، وفي اراء اخرى تختلف معاك، انت اللي عايز تحتكر وتقول انا ربنا، انا ربكم الاعلى، انا اللي بنطق بكلام ربنا. يا اخي ربنا ياخدكم، ياخدكم كافكار يعني، انما كافراد ربنا يديكم الصحه يا سيدي، انتوا قاعدين هتعملوا فينا ايه يعني. لكن عموما يبقى ده النقاش مع دكتور جابر عصفور، انه انت بتقول لنا ايه يا دكتور جابر؟ بتتكلم عن السلفيين يا دكتور جابر؟ السلفيين مش وطنيين؟ ده الاسلام اللي مش وطني، الاسلام اللي مش وطني. انت بتكلمنا مش عارف ايه، احنا ده احنا ما نقولش حاجه من عندنا، ده بتاع ربنا. وهكذا بتوع ربنا المتصورين هم بتوع ربنا، تصوروا في لحظة ان هم ملاك كلمة ربنا والمفروض بيعاملونا وبيحاسبونا، وتصوروا فعلا انهم ربنا.